وغاب في لقاء اليوم لفريق العاصمة الإيطالية لاتسيو الدولي الجزائري محمد فارس. لتوضيح الأمور أكثر حول غياب الدولي الجزائري، ينضم إلينا مباشرة من روما الإعلام الإيطالي المهتم بشؤون لاتسيو أنريكو تسارتسانيني. أنريكو، أهلا وسهلا بك، grazie per la disponibilità con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Buonasera. Grazie. شكرا لأنريكو. مباشرة أول سؤال، لماذا غاب اليوم محمد فارس عن المباراة، مباراة لاتسيو وفريق سبيتسيا؟ perché Fares non ha giocato oggi in questa partita con la Lazio؟ molto semplice. Fares è stato tenuto a riposo da Inzaghi semplicemente per poi poterlo schierare martedì sera nella gara decisiva di Champions League Lazio-Brugge, che dovrebbe consentire alla Lazio di approdare agli ottavi. Quindi semplicemente una questione di riposo per questo giocatore che ha faticato tanto in queste settimane. يقول تسارتسانيني أن فارس اليوم أبعد من التشكيلة من أجل إراحته تحسبا للمباراة القادمة القوية والهامة والمصيرية للاتسيو أمام كلوب بروج البلجيكي في رابطة أبطال أوروبا. ويقول أيضا أنه إنزاغي قام بجعله في الاحتياط من أجل أن يكون على أعلى مستوى من الناحية البدنية في المباراة القادمة. أنريكو، هل نستطيع القول بأن فارس أضحى ركيزة أساسية للمدرب إنزاغي بعد خيار اليوم بإبعاده من مباراة الدوري وإشراكه في مباراة مصيرية وقوية في رابطة أبطال أوروبا؟ possiamo dire che Fares è un giocatore fondamentale per la Lazio e per Simone Inzaghi. Assolutamente, te lo confermo, è stato Inzaghi a volerlo fortemente, punta molto su questo giocatore, però essendoci tante gare lo deve gestire perché fisicamente ancora non è al top della forma, ma è sicuramente un giocatore sul quale Inzaghi e la Lazio puntano tantissimo. يقول سارتانيني أنه محمد فارس مهم ومهم جدا لتشكيلة لاتسيو، مهم ومهم جدا لتشكيلة المدرب سيموني إنزاغي، لكنه يعترف ويقول بأنه اللاعب منقوص نوعا ما من الناحية البدنية، لكن سيتأحسن من هذا الجانب في نادي العاصمة الإيطالية. أنريكو سارتانيني، شكرا جزيلا لك، grazie per la disponibilità. grazie a voi, buona serata. buona serata, ciao. شكرا لأنريكو تسارتسانيني المهتم بشؤون نادي لاتسيو الإعلامي الإيطالي على هذه التوضيحات بخصوص الدولي الجزائري محمد فارس لاعب نادي لاتسيو.